الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان التعاون الثنائي وقضايا السلم والأمن الدوليين، خاصة الأزمة الأوكرانية. رئيس الوزراء يؤكد خلال اجتماع الحكومة أن الزيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية. في ختام اجتماعاتهم، وزراء الخارجية العرب يؤكدون محورية القضية الفلسطينية، وأبو الغيط يكشف عن اجتماع لتنشيط مبادرات السلام العربية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، منوها إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جانبه، نقل وزير الخارجية الياباني إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضري والثقافي بين البلدين الصديقين. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة. وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي والحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة. وأكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية، خاصة إعادة التجديد على خطورة القضية السكانية
وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم. هذا وقد شدد رئيس مجلس الوزراء على أن حجم الجهود التي بذلت في ملفات التنمية بمختلف قطاعاتها خلال السنوات السابقة يعد غير مسبوق، غير أن الزيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية. كما أعرب مدبولي عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاح ومزارع مصر مع اقتراب الذكرى 71 لعيد الفلاح الذي يحل في 9 سبتمبر، مشيرا إلى أن الدولة تتطلع لهم دوما بعين الإعزاز تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد. تحت رعاية رئيس الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها لإطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الخميس 7 سبتمبر تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. استعدت وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تأتي تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%. وتأتي هذه المرحلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المراحل السابقة من المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستناداً إلى هذه النجاحات، فقد شهدت المرحلة زيادة كبيرة في أعداد الكيانات التي حرصت على المشاركة فيها من أصحاب المصانع وكبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى، تمهيداً لإطلاقها في 7 من الشهر الجاري، حيث تم عقد اجتماعات معهم أعربوا خلالها عن تقديرهم للمبادرة ودعمهم لها. حاجة جميلة أن كل سنة بنشوف زيادة بشكل كويس قوي وإقبال، وبنحس بدورنا ودور الوزارة في خدمة أهالينا. الأدوات المكتبية هو الموسم الحالي بتاعها، عشان كده احنا عاملين خصومات هتوصل ل 40%. الخصومات ديت هتحس بيها كمستهلك، لأن احنا في المبادرة بنشتغل من المصنع لمنافذ التوزيع الخاصة بالمبادرة على طول. بنشارك بكل المنتجات اللي موجودة عندنا، الأدوات المدرسية كلها من أول الحاجات المستوردة لغاية الحاجات التصنيع المحلي. بنطرح جميع أنواع الملابس بتخفيضات تتراوح ما بين 30 و40% في هذا الموسم بدعم من وزارة الداخلية ومجهوداتهم اللي هم برضو بيبذلوها معانا. هنشارك في باك تو سكول سيزن خصومات تصل لحد 40%، وكمان في حاجات بتسهل على عميل الدفع، ممكن تصل 6 شهور بدون فوائد، فدي برضو حاجه بتسهل قوي. موجودين مع المبادره عشان ندعم بيها المواطن في خلال دخله على سيزون المدارس طبعا، فاستهلاك الجبن بيبقى عالي، وده منتج رئيسي طبعا موجود معانا في الفتره دي. الفكره بتاعت المبادره ان احنا بندي المنتج بتسعر التكلفه للمبادره دايركت على طول، لا احنا بناخد هامش ربح ولا السلسله بتاخد هامش ربح. نحب نتوجه بالشكر لكافه الساده المسؤولين على راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أتاح لنا الفرصة دي للمشاركة في المبادرة دي. عقب الاتفاق على إطلاق المبادرة، تسابقت خطوط الإنتاج نحو تجهيز منتجاتها من السلع الغذائية وغير الغذائية تمهيداً لطرحها في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلنة عبر 1513 منفذاً على مستوى الجمهورية و6 معارض رئيسية و37 معرضاً فرعياً، إضافة إلى القوافل المتحركة وفي مقدمة المنتجات المستلزمات المدرسية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية عام دراسي جديد. وهذه المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. النهاردة موجودين لإعلان مشاركتنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نشارك في المبادرة دي بمنتج فيكتوريا اللي هينزل في الشوادر والمعارض المخصصة للمبادرة. المبادرة دي مستمرة وإحنا مشاركين فيها من أكتر من سنة عشان نوفر البقوليات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في مجموعة السلاسل والتوكيلات وجميع الأماكن اللي بتوفرها للمواطن المصري. بنعرض منتجاتنا اللي معروفة في السوق المصري والسوق الإفريقي بأعلى جودة
احنا بنعرضها باقل هامش ربح واسعار تناسب الجميع. يا بلادي روحي في داليكي، اقدم حضارات كانت فيكي. كل هذه التجهيزات لاطلاق المرحله 24 من مبادره كلنا واحد تؤكد أنها مرحلة استثنائية ستشهد الكثير من التخفيضات في ظل المشاركة الضخمة من المصانع والتجار والمكتبات والسلاسل التجارية لتحقيق الوفرة في المعروض، وهو ما يؤكد على أن وزارة الداخلية تسعى دائما نحو دعم الأسر المصرية في كل المناسبات وتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة ممكنة. انطلاقة جديدة لمرحلة أخرى من مراحل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تتزامن مع بداية عام دراسي جديد، وتهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وكذا المستلزمات المدرسية وبجودة عالية في مختلف محافظات الجمهورية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية، وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 من سبتمبر الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أحمد أبو الغيط في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب مع رئيس الدورة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأوضح أبو الغيط أن الاجتماع سوف تتم الدعوة إليه من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن. وزير الخارجية اليابانية تحدث عن المواقف المزدوجة، وعبرنا نحن الوزراء العرب وزير خارجية مصر وأمين عام الجامعة عن تأييدنا لهذه الملحوظة، لأنه هو قال عندما نتحدث عن أراضي محتلة أو عن استخدام القوة أو عن خرق القانون الدولي فلا يجب أن احنا نختار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ. فأنا شخصيا سقفت ليه، وبالتالي في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة تحديدا. لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف ومبادئ معترف بها بالنسبة لهذه المشكلة تحديدا، وفي نفس الوقت لا يعترف أو لا تعترف بعض عناصر المجتمع الدولي وقوى المجتمع الدولي بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية؟ قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن العالم العربي يعيش تحديات معقدة، وخلال مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية أضاف بوريطة أنه تم الاتفاق على مقاربة لتحرك عربي منسق تجاه جميع القضايا، ومن أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. في إطار هذا الاجتماع الوزاري تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تم إعدادها من قبل اجتماع المندوبين، واللي كتهم أولا وقبل كل شيء قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، وكان مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها، وأكثر من ذلك ما تم الاتفاق عليه كذلك هو مقاربة عملية لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وأمام الاعتداءات المتواصلة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالتالي هذا إذا كان تم اعتماد القرارات فكذلك تم التأكيد على ضرورة تنسيق التحرك العربي إزاء كل الفاعلين الدوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية العرب، أكد رفض الجامعة المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس أو المسجد الأقصى، وشدد شكري على دعم حل القضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية من خلال تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها. وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وأكدنا ولا نزال إن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين. وحول الأزمة في السودان، أشاد وزير الخارجية سامح شكري بأداء الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية عبر عدة جلسات وضعت إطارا عربيا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله ومنع التدخل في شؤونه. لقد تفاعلت الجامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر إبريل الماضي، فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 إبريل 2023. تلا اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو 2023 أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023 والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطاراً لآلية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق جهودنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله. وحول سد النهضة الأثيوبي، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بتلك القضية. وأعرب شكري عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، خاصة وأن مصر ترصد عدم تغير الموقف الأثيوبي بشأن قضية سد النهضة. استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و 28 أغسطس تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث. كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة، ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع. والمزيد حول ختام أعمال الدورة 60 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية نتعرف عليها مع مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور وزير الخارجية المغربية الذي تترأس بلاده الدورة رقم 160 لمجلس الجامعة العربية، وبحضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد تطرق السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى في البيان الختامي إلى ما جاء بالأمس من مباحثات مع السيد وزير الخارجية اليابانية في اللقاء أو القمة التي كانت بين الحوار السياسي العربي الياباني، وما أكد عليه الوزير الياباني بخصوص القضية الفلسطينية بأنه لا يجب أن يتم الكيل بمكيالين إزاء القضايا الدولية، وأن ينظر إلى قضية كالقضية الأوكرانية بطريقة وبمفهوم وبنظرة معينة، ولا ينظر بنفس هذا السياق وبهذه النظرة إلى قضية مشابهة كالقضية الفلسطينية، حيث إن ذلك يخل بالنزاهة الدولية تجاه القضايا الدولية المشتركة. لا يوجد إقليم مميز على إقليم آخر، والقضية الفلسطينية كالقضية الأوكرانية في نظر الوزير الياباني، ويجب أن يعامل الطرف الفلسطيني كما يعامل الطرف الأوكراني.
أيضا شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية بموقف الجامعة العربية من تبني سياسات واضحة وتحويلها إلى يعني أعمال واقعية على أرض الواقع بخصوص القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة التصدي لما يحدث للشعب الفلسطيني، وكان من ضمن حديثه الحديث عن المواطن المقدسي الذي يتعرض لانتهاكات يومية في مقدراته الحياتية اليومية من طمس لهويته ومضايقاته في حياته اليومية ومحاولة تغيير البنية الديمغرافية للمدينة العربية. وقال الأمين بأن أنه يجب الالتزام ببنود القانون الدولي وبالشرعية الدولية وبنصوص مبادرة السلام العربية إزاء القضية الفلسطينية، وأيضا يعني إيقاع يعني رجوع أو إرجاع الحق الفلسطيني لأصحابه على حدود دولة فلسطين حدود عام 67. أيضا تم التطرق من خلال الوزير المغربي إلى القضايا العربية المحل الصلة والقضايا الشائكة التي تمس الأمن العربي حاليا كالقضايا الأمن المائي الذي تتعرض له المنطقة العربية ومشاكل هذه القضية الملحة على المنطقة العربية كنهر النيل وكنهر دجلة وما يشابه من هذه القضايا. ذلك جاء من أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الصحفي الذي عقد نهاية اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. إليكم الميكروفون. تتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم. يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بوقع 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصا في 31 تخصصا. وللمزيد حول فعاليات المؤتمر معنا من مقر انعقاده بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، أطلعنا على أبرز ما تم في فعاليات اليوم وهو اليوم الثاني، وما المتوقع خلال انتهاء وانقضاء هذا اليوم؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل انتهى هذا اليوم الثاني وانتهت فعالياته عن طريق عدد كبير من الجلسات. 11 جلسة اليوم ناقشت عدد كبير من القضايا التي تهم الصحة والسكان والتنمية، وهذا هو عنوان المؤتمر. بالفعل المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الأول من نوعه حسب حديثنا اليوم، مع عدد كبير من الحضور سواء كانوا من المصريين أو الأجانب من المنظمات العالمية والدولية أو حتى من المتخصصين والخبراء، فهو المؤتمر الأهم عالميا الآن فيما يتعلق بالصحة والسكان. يتناول المؤتمر وخصيصا اليوم تناول جزء هام من القضايا، وهو قضية التغيرات المناخية وكيف تؤثر بشكل مباشر على الإنسان، سواء كانت بالتلوث الهوائي الذي يحدث مما يؤثر على الإنسان بالأمراض الصدرية المزمنة، أيضا تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المزمنة وغير المزمنة. بالإضافة لذلك بجانب التغيرات المناخية كان هناك أيضا جلسات خاصة بالمرأة والطفل والتعامل مع صحة المرأة وكيفية تربية الأطفال، وهذا يأتي تحت المظلة الرئيسية وهي التوعية والتعليم. التوعية والتعليم كان لها أيضا نصيب كبير اليوم فيما يتعلق بالمدة الخاصة بالحمل، الفرق بين المدة الأولى للحمل والمدة الثانية، بوضع دراسات مختلفة لصحة المرأة للحفاظ على المرأة وأيضا الحفاظ على صحة الطفل. كانت هذه نقطة هامة. النقطة الثالثة وربما من أهم النقاط هي فكرة دعم المنظمات الحكومية والدولية للتوعية وللتنفيذ الفعلي لقرارات أو توصيات
التوصيات التي من الوارد أن تخرج من هذا المؤتمر ليتم دعم هذه المنظمات بشكل مادي وبشكل معنوي وبتسهيلات أيضا للتنفيذ فيما يتعلق بصحة السكان، فيما يتعلق خصيصا بالزيادة السكانية وتقليل الزيادة السكانية، كيف أن بعض البلاد تستفيد من الزيادة السكانية وبعض البلاد تتضرر بالفعل من الزيادة السكانية. الأمر الآخر وهو من الأمور الهامة هي أيضا توقيع البروتوكولات وتبادل الخبرات، وهذا ما حدث بالفعل اليوم، توقيع البروتوكول لتنظيم الأسرة وتخطيط لتنظيم الأسرة بين النرويج وألمانيا ومصر، تم توقيع هذا البروتوكول اليوم بالإضافة لتبادل الخبرات حسب أيضا تعبير المشاركين وأيضا المناقشة في عدد كبير من المشاكل المشتركة لوضع الحلول المشتركة. شكرا على هذه المتابعة الوافية كريم بيبرز، كنت معنا من مقر انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، شكرا جزيلا لك. أكد عدد من المسؤولين والمشاركين أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية شهد حضورا مكثفا من كافة الجهات الدولية، حيث تشكل مسألة الزيادة السكانية أزمة عالمية. كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية، فكل واحد بيقول خبراته إيه، ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول، كيفية الاستفادة منها، إيه نقاط الضعف وإيه نقاط القوة. طبعا إحنا على مدار 3 أيام إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعده هيكون في جلسات نقاشية من خبراء ومتخصصين من كافة جهات العالم، الجهات الدولية كلها متواجدة المعنية بقطاع السكان والصحة بشكل عام، حضور من كافة الدول في الإقليم وفي العالم، لسه جايين من جلسة هامة حالا اسمها الهيلث ديبلوماسي او دبلوماسية الصحة. نحن الجلسة يعني جلستنا ركزت على موضوع الدبلوماسية، أهمية الدبلوماسية الصحية العالمية للحفاظ على الصحة في المستقبل ولتقوية الأنظمة الصحية في الدول لأجل مواجهة الجائحات أو الطوارئ مستقبليا. تم التركيز اليوم على طبعا الأمن الغذائي ودوره بالنسبة للتغذية في العالم، بالإضافة إلى العوامل المكملة مثل الأمن المائي وأيضا الجوانب الاقتصادية المترتبة على التحديات التي تواجه العالم. أعتقد بأنه مع أنه بالبداية بعض الخبراء بيعتقدوا بأنه مصر تعاني من أزمة سكانية، لأنه الأزمة تكاد تكون عامة في أماكن كثيرة وخاصة في منطقتنا، يعني إحنا بالأردن كحجم دولة أصغر من مصر إلا أننا نعاني تقريبا من مشاكل شبيهة. إحنا اتكلمنا في 3 نقاط مهمة جدا، وهي أول حاجة تأثير التغيرات المناخية على الصحة، سواء صحة الأسرة عامة كأسرة كاملة يعني، وركزنا أكثر على الفئات الأكثر المهمشة أو الفئات الأكثر تأثيراً، وهي بالذات السيدات والبنات والأطفال. إحنا لينا دور خدمي، إن إحنا بنبني عيادات كشف وعيادات قياس سمع، ولينا مبادرات زي مبادرة المسح السمعي للأطفال حديث الولادة، ولينا كمان إن إحنا من الأماكن اللي مجهزة جداً لعملية زرع القوقعة. احنا لغايه دلوقتي السنتر الوحيد في مصر اللي عامل فوق 1500 قوقعه، ودي حاجه تعتبر رقم كويس جدا جدا. This was really a privilege for us to... كان هذا شرف لنا ان نصبح جزءا من هذا المؤتمر، فهو منظم بشكل كبير في منصات الحديث والتخصصات وفرص للتعاون مع دول اخرى وتبادل الخبرات لنفس العقبات التي تواجهنا جميعا والتي تتشابه، بالإضافة لاكتساب أصدقاء جدد. وأريد أن أشكر الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية لتنظيم هذا المؤتمر المميز. أعتقد أنه من الممتاز أن تقود الحكومة المصرية مثل هذه الحملة وهذا المؤتمر، وخصوصا أن هذا الموضوع يمس المجتمع بشكل مباشر ويحدد كيفية التعامل مع المستقبل وكيفية إنشاء عائلة سعيدة وآلية التعايش مع الأزواج والزوجات وخلق بيئة آمنة للأطفال. هذا المؤتمر يسمح لأصحاب الخبرات والمسؤولين أن يتقابلوا ويتبادلوا الخبرات ويتعلموا من بعضهم البعض، وهذا يساعد على خلق استراتيجيات جديدة لتطوير صحة السكان والأطفال والعائلات بشكل عام، ليس في مصر فقط بل حول العالم.
حقيقة اليوم احنا نناقش امتداد اللي ما تم يوم امس في يوم الافتتاح، كان يوم امس هو محور ولب المؤتمر ككل، وهو ان تكون الصحة لكل السياسات، الصحة هاجس كل مسؤول وكل مواطن، الصحة هي مكون اساسي إن لم يكن هو المكون الكبير في جميع الاستراتيجيات التنموية للمجتمع ولأفراد المجتمع وللوطن ككل. يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كييف في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة. وتستغرق زيارة بلينكين يومين، حيث تعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022. هذه المرة الرابعة التي أتواجد فيها في أوكرانيا منذ الأزمة في فبراير 2022، وأنا هنا أولاً وقبل كل شيء لإظهار دعمنا المستمر والحازم لأوكرانيا. لقد شهدنا تقدماً جيداً في الهجوم المضاد، وهو أمر مشجع للغاية. نريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه ليس فقط للنجاح في الهجوم المضاد، ولكن لديها ما تحتاجه على المدى الطويل للتأكد أن لديها قوة ردع وقدرة دفاعية قوية، بحيث لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى في المستقبل. انتقدت الرئاسة الروسية الكرملين زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف، واتهم الكرملين واشنطن بسعيها لإطالة أمد العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تهتم بحياة الجنود الأوكرانيين، ومشددا على أن الدعم الأمريكي لكييف لن يغير مسار العملية العسكرية الروسية. إلى ذلك، أقر قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بصعوبة الوضع على الجبهة الشرقية. وفي العاصمة كييف، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني بإسقاط 23 هدفا جويا روسيا من أصل 33 خلال الساعات الماضية. بعد زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خط الجبهة مع القوات الروسية شرق أوكرانيا، أقر قائد القوات البرية الأوكرانية بصعوبة الوضع على تلك الجبهة، مع ترجيحات بفشل الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية منذ الربيع. قائد القوات البرية قال إن الجيش الروسي لا يزال متشبثا بخططه للوصول إلى حدود منطقتي دونيسك ولوهانسك، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لأوكرانيا هي تحصين الدفاعات حتى يتم تجنيب خسارة المواقع في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدما إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخمود. وبدأ الهجوم المضاد مطلع يونيو الماضي، لكن نتائجه بقيت دون المتوقع. وأثار بطء تقدم القوات الأوكرانية انتقادات في الغرب رفضتها كييف، بالرغم من توفير دول غربية ودول حلف شمال الأطلنطي دعما عسكريا لأوكرانيا عبر تزويدها بذخائر ودبابات وعربات مدرعة ومدفعية وأنظمة صاروخية، كما تعتزم دول أخرى تزويد كييف بطائرات F-16 الأمريكية الصنع بعد الانتهاء من تدريب طياريها. وعلى نهر الدانوب، قالت القوات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا على ميناء إسماعيل تسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية ومقتل وإصابة أشخاص. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أيضا منطقة البحر الأسود، حيث توجد موان ومنشآت أساسية للتجارة والتصدير تشهد توترا متزايدا منذ انتهاء العمل في يوليو الماضي باتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة. العاصمة كييف لم تسلم هي الأخرى من المعركة الدائرة، حيث قالت الإدارة العسكرية للعاصمة إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني بإسقاط 23 هدفا جويا روسيا من أصل 33 خلال الساعات الماضية.
أقر البرلمان الأوكراني تعيين البرلماني السابق روستوم عمروف وزيراً للدفاع في أكبر تعديل بمؤسسة الدفاع منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. ومن جانبه صرح عمروف بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه، قال إن هدفه الرئيسي هو تحقيق النصر وأنه سيبذل كل ما هو ممكن ومستحيل لانتصار أوكرانيا. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في ختام قمة نيروبي للمناخ، الدول الأفريقية تطالب باستثمارات وإصلاحات مالية من أجل إطلاق إمكاناتها الخضراء. دعا الزعماء الأفارقة في ختام قمة أفريقيا للمناخ المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي. كما اقترحت هذه الدول إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا، بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها. ولفت الرئيس الكيني ويليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت 3 أيام. إننا نطالب بأرضية عادلة لبلداننا حتى تتمكن من الوصول إلى الاستثمار اللازم لإطلاق الإمكانات وترجمتها إلى فرص، ونطالب كذلك ببنية عادلة لتمويل التنمية متعددة الأطراف لتحرير اقتصاداتنا من الديون البغيضة والحواجز المرهقة التي تعترض الموارد المالية الضرورية. توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره يصل إلى 2.5% في 2022. هذا ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن من المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج هذا العام وانخفاض سعر النفط على إيرادات العامة في النمو. عادت الولايات المتحدة لتشهد سيناريو ارتفاعات أسعار الوقود التي شهدتها العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي. وصعدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بقوة، مسجلة أكبر ارتفاع موسمي لها في 10 سنوات، وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي 3.81 دولار، بضغط من الارتفاعات المستمرة والقوية لأسعار النفط. واجه البريطانيون في أغسطس الماضي واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد.
وأظهرت بيانات الاتحاد البريطاني للسيارات أن متوسط تكلفة ملء خزان الوقود بالكامل ارتفعت بمقدار 4 جنيهات استرلينية خلال شهر أغسطس، في حين ارتفع الديزل بنحو 4.5 جنيه استرليني، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ أكثر من عقدين. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تنطلق غدا سادس جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية جلستين لمناقشة قضايا الصناعات الثقافية، خاصة في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تعقد لجنة الشباب جلستين لمناقشة موضوعات التمكين السياسي للشباب وآليات دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسات خلال الأسبوع السادس لبحث عدد من القضايا خلال جلسات المحورين السياسي والاقتصادي. قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة إن التضخم وسعر الصرف والفائدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص لمواجهة التضخم. التضخم، سعر الصرف، سعر الفايدة أحد أهم أكبر التحديات أمام الدولة المصرية في ظل أزمة عالمية طاحنة تواجه الدولة المصرية يمكن على مدار السنتين الماضيتين. من وجهة نظري إن في فرصة كبيرة جدا أمام الدولة المصرية، يمكن إحنا اقتصاد من الاقتصاديات المتنوعة الموارد والتي لا تعتمد على مورد واحد في نوع من الإيرادات، فبالتالي أمامنا فرصة جيدة جدا. وخليني يمكن أحب أوضح أهم الفرص اللي الدولة المصرية تستطيع الاستفادة منها في الحد من هذه المشكلة، وفي نفس الوقت توفير السيولة وتخفيف الضغط على الجنيه المصري. الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، هذا البرنامج الذي له دور كبير في إرسال رسالة هامة كبيرة جدا للعالم، وهي التزام الدولة المصرية بتعهداتها في التخارج من النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. ويمكن إحنا شايفين على مدار الشهور الماضية الكم الإعلانات من جانب الدولة المصرية من التخارج من مجموعة من الشركات والقطاعات. أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل الوطن بالحوار الوطني، أكد أهمية الحوار الوطني مشيرا إلى أنه أحدث نوعا من الحراك على كافة المستويات. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الحوار هو أفضل الطرق للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية. فكرة الحوار الوطني يا أستاذ مصطفى في حد ذاتها يعني فكرة ممتازة، أحدثت نوع من الحراك على كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات، ليس فقط على المستوى السياسي فقط، لكن على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. كنا ان يعني دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني ان كل القوى السياسية، كل الأحزاب، كل ممثلي المجتمع المدني والخبراء، الكل يجلس على يعني مائدة واحدة لدراسة المشاكل، الاعتراف أن هناك مشاكل، المشاكل لا نصل لحلول لها إلا من خلال الحوار. الحوار هو أفضل طريقة للتوصل لحلول ووضع عدد من الأهداف للمشاكل. ففكرة الحوار الوطني في حد ذاتها فكرة يعني من أجمل الأفكار وأهم الأفكار يعني خلال الفترة الأخيرة، وبنشكر السيد الرئيس على دعوته للحوار الوطني.
أكد مدحت نافع مساعد وزير التموين الأسبق أنه تم بحث حلول طويلة الأمد للخروج من دائرة الدين العام. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هناك أساليب مختلفة لمواجهة أزمة الدين تصب في شكل زيادة الإيرادات. الدين المختلفة عادة ما تصب في شكل زيادة إيرادات، وزيادة الإيرادات عادة برضو ما تحتاج إلى زيادة إيرادات ضريبية، مما يعني يضيق الحال شوية فيما يتعلق بأمور المعايش يعني، وبتنعكس أيضا على الضغط على الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم بتزيد ترتفع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض السلعي والخدمي في البلاد. لو كلمنا عن الدين، أعتقد أن التصور يعني حتى كان بحضور السيد نائب وزير المالية، كان هناك تصور مشترك بين المنصة وبين جميع المتحدثين في أن كافة المشكلات المتعلقة بالدين قابلة للحل، وأننا يمكننا أن نعول بشكل كبير على القطاع الخاص في الخروج من هذه الأزمة، وأن إفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص سيكون هو الحل المستدام وطويل الأجل لعدم الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة من الخارج، سواء لسد فاتورة الاستيراد المتزايدة أو لسداد مزيد من الديون السابقة. وجه عامر أبو زيد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمخرجات الحوار الوطني بشكل لحظي. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن غلاء الأسعار هي ظاهرة عالمية وليست مرتبطة بمصر فقط. نوجه شكر كبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمخرجات الحوار الوطني بشكل لحظي، وإصداره طبعا تعليمات وقرارات فيما يتعلق بصلاحياته الدستورية فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني في المرحلة الأولى وإحالة ما يخص منها إلى التشريع والرقابة. النهاردة طبعا جلسة مهمة جدا متعلقة طبعا بغلاء الأسعار، كلنا نعرف أن غلاء الأسعار مؤثر على الداخل والخارج، هي ظاهرة يعني عالمية مش داخلية بس، ولكن طبعا الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص مكلف الحكومة المصرية أن تهتم بشكل كبير بالأسر الأولى بالرعاية من خلال طبعا برامج حماية اجتماعية كلنا بنشوفها وتمكين اقتصادي كلنا نشوفه. من جانبه أكد محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل الاشتراكي أن التضخم والأسعار من أهم القضايا التي تشغل الحوار الوطني. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن جلسة المناقشة شهدت التوصية بتشكيل لجنة عامة لمتابعة الأسعار وتحديد هامش ربح معين لوقف جشع التجار. ان تشكل لجنه عامه لمتابعه الاسعار وتحديد هامش ربح معين للسلع على الاقل الاستراتيجيه اللي يتم السيطره عليها، ووقف جشع التجار بحيث ان احنا نقدر نعمل استقرار في الاسعار، وخصوصا ان في سلع بتصنع يعني بتنتج محليا ومش محتاجة لا مش مرتبطة لا بالدولار ولا بخلافه وفي ارتفاعات متسارعة. أكد رامي كمال عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أنه تم مناقشة كيفية مواجهة أزمة الغلاء التي تأتي ضمن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الجلسة شهدت دراسة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم. المشكلة وأسباب التضخم وغلاء الأسعار في السوق المصري، بعد كده قدمنا توصيات. يمكن إحنا في كتلة الحوار اتكلمنا النهاردة شوية عن أنه أسباب التضخم وعرضنا أسبابها، اتكلمنا في جانب العرض والطلب أنه هل التضخم في السوق المصري ناتج عن زيادة سيولة أو عن زيادة في الطلب على المنتجات في السوق المصري، ويمكن إحنا يعني من أول الناس اللي رفضت المبدأ ده أنه لا، التضخم في السوق المصري مش ناتج عن زيادة سيولة، وإن كان ناتج عن زيادة سيولة فليه المبادرات اللي عملها البنك المركزي او لجنه السياسه الناديه في البنك المركزي ما حاولتش او ما قدرتش انها تسيطر على التضخم. البنك المركزي يمكن البدايه من 2022 لحد النهارده رفع معدل الفايده 11 نقطه او 11%، المفروض انه في محاوله لامتصاص السيوله من السوق المصري. لا مشاهدينا نتابع اهم انباء المال والاعمال. باقه من الاخبار الاقتصاديه بصحبه ميرنا ايهاب، اليك ميرنا. شكرا لكم محمد وإيمان، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يوكيكو أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، لافتة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تضعفت. كما أكدت المتحدثة أن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر التي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة. وأعربت أوكانو عن رغبة بلادها في زيادة تعميق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل وقطاع الطاقة وكذلك التعليم. شارك وزير البترول طارق الملا في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غاستك لعام 2023 بسنغافورة، والتي ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون. كما أكد الملا خلال الجلسة أن هناك انتشاراً وتسارعاً في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل إجماع عالمي على أن الغاز هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل. وكان وزير البترول قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية. استقبل رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر القس أندري زكي وفدا إنجليا من رجال أعمال أمريكيين مستثمرين في عدد من المجالات المختلفة، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة لمصر. وأضاف زكي أن مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، ومن جانبهم عبر مشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجليزية بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التي تحدث في مصر ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين. في أسواق البترول العالمية غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا، كما حد ارتفاع الدولار من اتجاه الصعود. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 39% مسجلا 89.69 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 29% لتصل إلى 86.44 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.35% لتصل إلى 3.17 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.98% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي، وأدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وبالتالي انخفاض الأسهم بأوروبا. وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا لك ميرنا. فؤاد المهندس كوميديان عبقري الضحك وملك الكوميديا الهادفة، قدم خلال مشواره الفني المزيد من الأعمال الكوميدية الراقية. تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي تشكل أعماله جزءا من الذاكرة العربية. We'll be right back.
رحم الله الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة كل عشاقه ومحبيه. إلى هنا تنتهي نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان التعاون الثنائي وقضايا السلم والأمن الدوليين خاصة الأزمة الأوكرانية. رئيس الوزراء يؤكد خلال اجتماع الحكومة أن الزيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية. في ختام اجتماعاتهم، وزراء الخارجية العرب يؤكدون محورية القضية الفلسطينية، وأبو الغيط يكشف عن اجتماع لتنشيط مبادرة السلام العربية. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.